بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسي امرمان باسي مدبج رواية أقران. رواية أقران، أقران يعني غانيك للشيوخ طبقة دا مساوي بن، يعني طبقية كابن واتحا وتمن بن تمن، يعني نزيق بيو الشيخ كان شيان يك بيت مساوي بن للشيوخ لا طبقية. جاء أجر هر كاميك يعني لو تدياني الروايات كردبيت أو بيلا مدبج، يعني دوكس كهاو تمن وهاو شيخ هر دوك يعني ليق روايات كان أم لو رواياتي كربي أو يجلو رواياتي كربي أما بيتشي أما مدبجة. فلام أقر يقنا في يك يعني لو يعني رواياتي كربي ترى في مقابل لو رواياتي نكربي بيلا نشي رواياتي أما رواياتي أقراني بيلا تيجيش براكم. جاء أقران للغته جمع قرينة بمعنى مصاحبة، هاو نشين هاو ري وكل قاموس دهاتوا. لا اصطلاحا المتقاربون في السن والإسناد، أو راويانا كوا نزديك لتمنوا لإسنادا، يعني تمنيا يعني تقريبا وكيك للصالة ولشيوخ شاء وتل إسناد يعني للشيوخ كان يعني للشيوخ كان شيانا وكيك. أكو شعبي كري حجاج سفياني ثوري رحمة إخوان لبيك هذو كان هاو طبقوا هاو شيوخ. إمام حاكم لهند شوين هنايتي اكتفاء كردوا بإسناد، يعني تقارب لإسنادا أقل شيء للسن شهاو تقارب يعني نببي هل لإسنادا وثل الشيوخات شيوخة كان يعني قبيل لبابي أخران لأيناوة. تعريف الرواية أقران شيء أن يروي أحد القرينين عن الآخر، أو تاني كيك لدو قرينك دو هاو تمنك دو راويك ديك كان لوي ترياني الروايات كرد بيت ولام أوي تريان لوي الروايات نكرد بيت أما بيلان أقران. وكل روايتي سليمان تيمي لمسعار كري كداموا أم دوانا فهما قريناني، هدو كان قرين باشا قرين يعني هاو تمن هاو شيوخ، لكن لا نعلم لمسعار رواية عن التيمية، فقط سليمان تيمي رواياتي لمسعر كري كدام وكردوا بلام نازل إنك مسعر روايتي لا سليمان تيمي وكرد به. فهذا ما بيلا روايتي شي روايتي أقران أو اترى كباس يكين. تعريف مدبجة، مدبج لغة اسم مفعول لتدبيجه، أما أنا هدو كان نزيك إن تعريفه كان يعني تدبيج بمعنى تزيينة، يعني رازاند نوا دبجة يعني شي يعني آراستيكر رازاند يوا، فالتدبيج يعني رازاند نوا، مدبج يعني شي رازاند راوا. والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين، كلمة تدبيج لشي وقال ديباجة كاني دموشاو دو ديباجة دموشاو كما معناه شي كل مكان إنسانا باشا، شون لإنسانا كلم يعني سبب زينة إنسانا بو يبكيان تو ديباجة. وكأن المدبجة سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه، مدبج بو يبكيان مدبج لبلو الراوي ومروي عنه وكا داي مساوين وكو يكن باشا، شون خدين إنسان كل مكان إنسان هر دوكيان وكو يكنو شكليانو شيويانو رنجيانو صورتيان هم يوكو يقوايا او دو راويش شن دا تمنو لشيوخا وكو يقوان كأنما لو او وجهة اسميكي لو يا. كما يتساوى الخداني وكو شن دو كل مكا وكو يقو مساين بليكتن. اصطلاحا شيا ان يروي القرينان كل واحد منهما عن الاخر، لاصطلاح مصطلح حديثة مدبج أو تانية كدوراوية هاو تمنو هاو شيخكا دي هر كامك يعني لو يعني الروايات كردبية هم أو حديثي لو الروايات كردبية هم أوج لو الروايات كردبية كأول كسي كوا
ناوي مدبجي نالا لم حديثك يا ابو امامي دار قطني والله اعلم يا كم كس امامي دار قطني كأم ناوي بكار بلكو بلام اوني هي امامي دار قطني مقيدي نكرد وبقرينين هروتويتي كل دوراوية كهر كامي كان لو تليان رواياتي كربية فيلا مدبج اتنى يتوى قرين بن اگر يكي كان لو تليشيان قولة البيت لا امامي دار قطني والله اعلم هر بي الانسي مدبجي بي الان لو دا باسي روايات كرني بيغنبس الله صلى الله عليه وسلم لأبو بكر وعمر سعدي كري عباده رواتي او انجد في غنبر صلى الله عليه وسلم باسك يعني المثال بو هنا وتو يا رواتي عمر لكعب وكعب لعمر ورضا يا اخوي لك او يا لتمنى فرق يا نبوه نمونا كاني في الصحابة نمونا بو حديث مدبج لنا الصحابة دا وكتي رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة روايتي دايك عائشة مان لا أبو هريرة وأبو هريرة دايك عائشة وا هادو كان حديث يعني ديكو نقل كردوا كلا كتب كان حديثة هاتوا لتابعين شا رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري أو لتابعين في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالكين إمام أوزاعي لمالك ومالك لأوزاعي هركانية يعني إمام أحمد كري حنبل لعلي كري مديني ورواياتي علي كري مديني لإمام أحمد بأمان شيء فوائد كيشية فوائدي أصلا مدبج رواياتي أقران شيء أن لا يظن الزيادة في الإسناد بوي قمان نبريك أما الزياد كرا ولا إسنادك يعني أقر لشوينيك هاتو دايك عائشة لأبو هريرة و أبو هريرة دايك هاي شو هاتو ونزاني كأميكيان زيادة زيادة دسانا دكا زياد كرا نخير هر دوكيان روايات يعني ليكو هبوا شون هر دوكيان لا 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 تمنوين يكابون يعني ولا عصر يكابون عصر يكاجياون أن لا يظن إبدال عن بالواوي دو هم شد بو أوي كوا كس بو أما مثلا باسكريت مثلا مدبج رواية أقران بو كس قماني أو نباك أما لأصلا عن بو واو بو كراوة عن باشا يعني علي عن عائشة عن أبي هريرة باشا ورواية أبي هريرة عن عائشة يعني لأصلا أبو هريرة وعائشة نبون مثلا بلي أو حديثة أبو هريرة وعائشة الروايات يعني كولا في غنبر صلى الله عليه وسلم قماني أعوان روا كما بواو هاتوا رواه أبو هريرة وعائشة نبوة بل كل رواه أبو هريرة عن عائشتيا باشا يا أويت بيان روته عائشة عن أبي هريرة نقروته عائشة وأبو هريرة لو شوازنيا أشهر المصنفات في المدبج للدار قطني رواية الأقران لأبي الشيخ الإصبهاني حوت من مثلا السابق واللاحق رواية سابق لاحقة دور راوي يكيان لا بيشترو يكيان لا دواترو هاتو خوي لك نكشو مشخصة يكيان لو بيشترو يكيان لو دوابو السابق لغة اسم فاعل من السبق يعني من السبق بمعنى متقدمي سابق لا مادي سبق وورقلاوة بمعنى ايشي سابق سابق يعني متقدم اويك لا بيشويا واللاحق اسم فاعل من اللحاق بمعنى المتأخر لاحقش يارى اسم فاعل لا لحاق ورقلاوة بمعنى متأخر دوا كوتو دواتر لحاق يا لحاق واللحاق بيت أو السبقة بقى سبق الله أعلم سبق شهات به في أسئة مثلاً بكرشون سماعية هذي كان وازان بكابراوي السبق والسبق وازان هذي كي بكابراوي لحاق بلاوي بل
جاء لاحق بمعنى متأخرة دوا كوتو دواتر. والمراد بذلك الراوي المتقدم موتا والراوي المتأخر موتا. منزول لرايا يعني الراوي كان كلو بيج مردو راوي سابق بمعنى ويا راوي متلاحق يعني الراوي لو دوا مردو وفاتك دواتر بوا. بلام الإصلاحات هي أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهما اصطلاحا أو تانية كوا لا دوكس هاو بشن للرواية كردن لشيخ يكوا باشا يعني دو شخص هر دوكيان لشيخ يكوا الرواية يعني كردوها كلبين أم دو شخصيا فاصلي الزور هيا لبين وفاتيانا يعني أما قلت كرتبوه كي كان تمني زور كردوا ما وتوا بله بله يكي كان يعني أما قلت كرتبوه تمن ديجا يسأل مثال كان شارون يكينوا يكي كان كزور زوتر مردوا أو تريان زور دواتر مردوا يعني فاصلة كي زور حيل بيني وفاتك أنا هادو كان لشيخ كرويات يعني كبلان وكوتي مثال كي محمد كري إسحاق سراج باشا اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف دوكز لمحمد كر إسحاق سراجوا هاو بشن للرواية كردنا هادو كان ليانو الرواية كردوا اكي كان إمامي بخاري اكي كان إمامي خفاف إمامي بخاري وخفاف لمحمد كر إسحاق هاردو كان مشترك لها الرواية كردن لمحمد كر إسحاق تيجي نلاقي شيخ خور شيخ يهربي كأنا بلى بلى لكاتيكا وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر زور أذان لبيني وفاتي إمام بخاري وإمام خفافة 137 صار فاصلي سنيان هيا يعني فاصلي وفاتك يعني هيا بيكوا يان زياتر لوا شنو لسه إمامي سراج لسالي 216 لدايك بوا باش أو إمامي أو طو اشتكي ترى إمامي سراج 216 لدايك بوا لسالي 316 وفاتك وتأمن ودو حوت صال جياوة باشا إمامي محمد كري إسحاق سراج نوتو حوت صال جياوة جاء أمجر إمامي بخاري صالي 256 هجري أهات ما شايكن 256 وفاتي كردوا أبو الحسين أحمد كري محمد خفافي نوشابوري صالي 393 داي وفاتي كردوا وعندك غلنا ودو شار عندك غلنا ودو بينجو جاء سيركا إمام بخاري 256 وفاتي كردوا أو سيصطو نواتو سيوفاتي كردوا إمامي سراج صالي شن لدائق بوا صالي ها دو سطو شانزا لدائق بوا تا سيصطو سيانزا ماوا ها تا سيصطو سيانزا ماوا دي سيصطو سيانزا إمامي بخاري شن وفاتي كردوا دو سطو پنجاو شش بانيا دو سطو شانزا تا إمام بخاري منظور ما بس ما يبزانم أو كاتا أم شن تماني بوا إمام بخاري نعم أو خصالي ولادتي أو خوي إمام بخاري صالي جو صدو فنجا وشش وفاتي كوتر نمنظر موية ولادتك إمام بخاري بدأس بينين مولادة إمام بخاري أو كاتا تماني چن بوا إمام بخاري صالي دو سط بوا أوزان دو سط سط نوت شوارة سط نوت شوارة تي سط نوت دو شوار شخص دو صالي سطو نود شوال بلا تقريبا وقت إمام سراج لدايق بوا أم سن صالي بوا نا وقت إمام سراج لدايق بيه صالي دو صو شانزي
ام شانزو شو بيس سلطمني بوا مخاري اي شو بس امامي سراج كوقت امام بخاري وفاتي كدوا شن صالي بوا شل صالي بوا امامي سراج شل صالي بوا يعني شيخ امام بخاري شيخي شي بوا شتي دير روايات كالرواياتي دير كروات يا خويا بك تمني كم تربوا طالع شل صالي بوتر وني دو ساتو شانزا ولا دايك بوتر تا دو ساتو بانجا وشاشك امام بخاري وفاتكا بدا تاني دو ساتو شانزا تا دو ساتو بانجا وشاش شل صالا كاتر يعني شل صالان بو او كاتا لكابو قيش دوس رواياتي ليبكات امام ابو الحسين احمد كري خفاف نيشاوري تاسي ساتو نو دو سي او ماوا دي دي امام سراج كي وفاتي كربوا سيساتو سيانزا فسكابو هردو كان رواياتيان ليه كردوا وانيا ليه برا برازا كم دومي داما الامام مالك اشترك في الرواية عنه الزهري واحمد بن اسماعيل السهمي لامام مالك ودوكس رواياتيان كردوا يعني هاو باش من الروايات كدن ليها إمام الزهري وإمام السهمي وبين وفاتيهما 135 سنة أمانش سطو سيو بينت صال لبين وفاة إمام الزهري وإمام أحمد كري إسماعيل السهمية فاصلي وبين وفاتك أنا بوتي لأن الزهرية توفي سنة 124 يعني ده صاري ده مثال كيف تبدأ إمام السابق بلا على وفاتي أولى بيش تبغى ترى؟ سابق للاحق بلى؟ سابق للاحق هذا سابق للاحق وفاته كان شن ليه كان رواد نكرو أخوان أو ما هذا كان محمد كر إسحاق رواد كان إمام الزهري صالي كان وفاتي كروا صوب سوشوار وتوفي السهمي سنة 259 يعني صالي كان دوسطو بنجاو نو وتوضيح ذلك أن الزهري أكبر سنا من مالك لأنه من التابعين توضيح كشي بمشي ويا على إمام الزهري لإمام مالك بتمنترا شنك إمام الزهري تابعين ومالك من أتباع التابعين وأنيا مالك لأتباع تابعين أو يعني بيش أو يشربوا فرواية الزهري عن مالك تعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر كما مرة رواية كن إمام الزهري لمالك ولبابي رواية أكابر لأصاغر دعنا لأن الزهري لإمام مالك وقورة تربوة على حين أن السهمية أصغر سنة من مالك إمام السهمية تمني لمالك كم تربوة هذا بالإضافة إلى أن السهمية عمر طويلا إذ بلغ عمره نحو 100 سنة لقل زائد لسر أوش أوتانا كإمام السهمي عمره كزوري بيدراوة جياوة تماني جياوة هتا قيشة نزيكي تماني قيشة نزيكي 100 سال لذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفاته ووفاة الزهري هربوية أو فرق زورة لبين وفاته كان هيا أم يان تماني زور تربوة زور جياوة أو آلوات دروسة بي أم زور مردوة وبيتو بله السهمي لمالك شجراتوة نا هادو كيان لهن جرايانتو أريتر إمامي الزهري وإمامي سهمي هادو كيان لمالك جرايانتو هادو كيان لمالك جرايانتو هكو مثالي بيشو كباس مانك يا ما مسافر فكا حديثة كان يا حريك حديثة كان اليوم شون هادو يعني فقط يك حديثة كان اليوم نا ترى ما لازم ناك يك حديث بيت شيخ يعني أكري الشيخ كان بو أكري أمر حديثك وحديثك تربي يعني جوازية بحديثك كان شرطنية حتى أو حديث به وبتعبير أوضح فإن الراوي السابق يكون شيخا لهذا المروي عنه داي والراوي اللاحق يكون تلميذا له ويعيش هذا التلميذ طويلا فتعبيرك واضح تر عليها الراوي السابق كا باشا الراوي السابق كمان شيخ بوتي لهذا المروي عنه بلى سابق كل شيخي بلى
أو راوي كسابقة أبيت الشيخ بو أم كسيكا حتى كي الرواية كروا والراوي اللاحق يكون تلميذا له راوي اللاحق كابت تشيبوي أو يكلا دواتر هاتوا أبيت تلبيتر جاء أم طلبيا ما ويكي زور جياوا تلميذ بو شهان لاحقك ما شاكا يصلي للاحق كمان كي كي دواتر مردوه وفاتك دواي دوا كوتوه امام السهمي دواتر مردوه امر راوي لا لاحقه دروسا دي تلميذي مثلا امام زهري امام دلين امام زهري كالروايات لامام مالك دكا رحمتي اخوي لي به امام مالك تابعيه مروي عن وكمانا امام زهري كلو روايتي كردوا امام مالك تابعي تابعيه امام زهري تابعيه كوابو امام زهري شيخ امام مالك كليله دال شتيل الروايات كردوا وامام سهمي ابيت الشاغردي كي شاغردي امامي مالك رحمتي اخوي لي به بس سابقه كمان ك إمامي زهري رحمة إخوائي لبي الشيخ إمام مالك ولها من كتا حديث شيلي روايات كردوا راوي اللاحق كشمان كإمامي سهمية تلميذ طلبي إمامي مالك رحمة إخوائي لبي بلام أم تلميذة تماني زور كلو زور جياوة. ومن فوائده تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب لفوائد أمشتيا شيرين كردني علوي اسناد لدلكانه يعني شنو امجد حقتها باعث علوي اسناده بسبب شيء وبسبب تمندريجي او الراويه هو شنو اگر راوي كان كم عمر كان لو بينيا يعني عمري دور راوي كردوا تيجي بلا ما سبب يوك عمري دريج بوا بو تسبب شيء علوي اسناد الا يظن انقطاع السند اللاحقي امجر بو اويك كز جمان نباك ام سندي لاحق كمان منقطعه ام كابرالك او كابرالك يعني صدو او نص سي وبينزياس وحوت صال فاصله بيني وفاتيان هيا همو جارك او فاصله زورا سبب اوني ام بلين حتما ام سندا منقطعه شن ام حالتان هي حاله استثنائيه هيك راوي او نعمر اكات كباعيسي أو أبيك ببيت أو فاصلة زر النواني وفاتي أو دور راوية يعني تاكوانا زاني كأم سندا منقطع سندا كم منقطع نيو بلكو متصلة بلى أي سهمي وزهري نا إمامي توسيرك إمامي الزهري لكي الرواتي كردوا إمامي أحمد كري إسماعيل سهميج ذكي رواياتي كردوا هذا كان لإمام مالك رواياتي أن كردوا دي أما بخاطري شي واي لهاتوا شاقل لأستاذ رواياتي كابلة أما لبر خاطري شي أم فإن دروس بوا لكاتك مثلا إمامي زهري تابعينا وإمامي مالك تابعي تابعيو أحمد كري إسماعيل سهمي لديواني أو لنيواني إمام زهرية سطو تاني صال هيا سو سيو بينت صال فاصلي بيني مردني أم دواني شون حدو كان لإمام مالك شتيان جراوته يعني تو ألي أجر باشا إمامي زهري لإمام مالكي جراوته إلى إمامي مالكي جراوته باشا ناكريك أحمد كري إسماعيل سهميش هر لوي جرابته لكاتك لقل زهرية كالإمام مالك رواية أكابولا أوان لدوري كابون أوان لدوري كابون شون أحمد كري إسماعيل سهميش كصو سيو بين صار لقل زهرية فاصله هر لإمام مالك أو الرواية كردوا وانيا أي تدور رأي بله هدو كان لكابرا جرانته أم دو شخصا فلانكس وفلانكس دي داني كيان أبني صف صار لو بر وفاتي كردوا شون أم لو راوية جرايتي لو شيخة أمشا لو شيخة جرايت شون أو شيخة ما مستهدو كيان بوا كصو أو نصال فاصلي بينيانا ألين سبب كتيا أو عمر دريجية وانيا عمر دريجي كاميان
لاحقة تبر لاحقة عمري زوكو بوي وايدي هذا إبرزان. الفصل الثاني معرفة الرواة. فصل دو همان باسي ناسي نوي راوية كان راوية كان أم بشان ندير باسك يعني معرفة صحابة تابعين الإخوة والأخوات براو خشكان أنزل متفق مفترق مؤتلف مختلف متشابه مهمل معرفة المبهمات معرفة الوحدان معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم معرفة الألقاب معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها معرفة تواريخ الرواة معرفة من خلط من الثقات معرفة طبقات العلماء والرواة معرفة الموالي من الرواة والعلماء معرفة الثقات والضعفاء من الرواة معرفة أوطان الرواة وبلدانهم فيس ليرا لم فصليا أم بشانها مي بزانين يعني أمانيش يتروى أزان دواء أما درسكا كتبك تواقبية كتايفج بل جاء يكم بش ناسي نوي صحابي صحابة كيا لغة الصحابة تعريف لغة الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة ومنه الصحابي والصاحب ويجمع على أصحاب وصحب وكثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب لغة صحابة مصدر بمعنى صحبته هاوريتية ديار الصحابي جهر لو ورقيراوة وصاحبي جهر لو ورقيراوة وصحابيش لسر شي جمع كريتوس يا صاحب لسر أصحاب وصحب جمع كرينوا وبزوري استعمال الصحابش بمعنى أصحابه يعني صحابة كمصدر بمعنى أصحاب كجمع شيا جمع صاحب يا جمع صحابية مصدر كدر بمعنى شي بكابراوة جمع كبكابراوة قال إن صحابة يعني شي يعني هاول كاني في غنبر صلى الله عليه وسلم صحابي يعني هاول صاحب يعني هاول أصحاب يعني هاولان فالصحابش دي ربا معناه شي لكابراوة هاولان كابت أصحاب يا صحب اصطلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصحي اصطلاحا بكسيك ألن صحابي كبخزمتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم قيشت به بمسلماني بخزمتي قيشت بيت ولسر إسلامتي جمرد به آخرك يعني عاقبتي لسر إسلامتي روشت به بلام أو سردمج لسردمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كبيغمبر إخوة ديوة مسلمان ببه أوكاتا ولو تخلت ذلك ردة على الأصحي أقرشي لبيني شا مرتد بونا وش كوتبت بيني ولو نفرك إيماني ببيغمبر هنابي صلى الله عليه وسلم لفاصلية كان مرتد ببيته وخوا دواي أوا دوباره مسلمان ببيته هرب شي حسابك ليه ولا سر أوا مرد به لا سر إسلامتك هرب الصحابي دروس إنك ليه يعني وسط كوتبته وسطي إسلامك يوا ردة باشا ده بلام كسيك اگر پیغمبري خواي دي بي صلى الله عليه وسلم بكافري دعائي مسلمان ببي لدعائي وفاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما فينالن صاحب صحابي فيناوت ريت بله هو بيت تابعي بله كسيك دعائي شنو صحابة ابيني المخضرم وكيانو بله مخضرم وكيانو أو كسانن كا لاقعة هني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم يان بهنا لين كسي كا في غمري أبى لي أفرم ويش القرني كلا سدمي في غمرة أبو عيسى مسلماني شبوه بلام إيماني إيماني في غمرة ناس صلى الله في غمري خوا ندي وصلى الله عليه وسلم هلو عصره أبوه أو يا مخضر ما كان وهروها كسك لدواي وفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيش دفني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبر إخوائي ديبي عليه الصلاة والسلام أمجبى صحابة دانادريت كسك بو متوفاي بيغمبر إخوائي ديبي صلى الله عليه وسلم
يسا بيغمري خو عليه الصلاة والسلام بخاق ناس بيريا وجنازكي لسر عرزابو بيغمري ديوة عليه الصلاة والسلام بس بيغمري خو عليه الصلاة والسلام ديوة مش بس صحابة حساب ناكريكا ليارا أكو أما أبو زؤيب خويلدي كري خالدي هزلية كي أبو لوعنا كا لكسا جنازكي بيغمري أبو صلاة والسلام يعني قشت جنازكي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام مسلمان بو قشت جنازكي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام أبو زؤيب خويلدي كري خالدي هزلي نايخو بلى بلى ذؤيب بذال أبو ذؤيب خويلدي كري خالدي هزلي أماش بس صحابة دانا ديت بلى بلى أهميته وفائدته جرينجيو فائدي ناسيني صحابة تعريفي صحابيشيا معرفة الصحابة علم كبير مهم عظيم الفائدة ناس نوي الصحابة زانستكي قوريو جرنجو فائدي زوريها ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل لا لنا ناس فائدة كان ناس صحابة ويك حديث متصل مرسل بناس نوا شنو قال زاليما أما الصحابية لفي غمر إخواص صاصم رواياتي كالرواية معناها حسنة كسية متصل ومرسلنية بما تعرف صحبة الصحابي شون بزان كسيك وحاولتي بيغمبر إخوائك وصلى الله عليه وسلم تعرف الصحبة بأحد أمور خمسة بيكي لم ينشتاء زان ريكا شخصيك صحابي بيت يكم التواتر بتواتر كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبقية العشرة المبشرين بالجنة أما أنا بطريق تواتر زان را وكصحابي في غنبري إخوان صلى الله عليه وسلم دوهم الشهرة يا الشهرة بما شهرة يعني قواتل بلي تواتر يا شهرة بخبري مشهور كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن أما أنا بأخباري مشهور ثابتة كصحابي في غنبري صلى الله عليه وسلم سيهم إخبار صحابي خبرداني صحابيك باشا خبرداني صحابيك أها صحابيك شاهدي بوبدات صحابيك شاهدي بدال سريبلة فلانا كثشيا صحابي وكو حمامي كري أبو حمامي دوسي حمامي كري أبو حمامي دوسي ك لإصفهان وفاتي كردوا بس كيشش وفاتي كردوا أبو موسى أشعري شاهدي بوداوا كحمامة لفي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم شتي بيستوا تيجيش مراكم أبو موسى أشعري بخبري بإخبار شاهدي أبو موسى أشعري أم حمامي كري أبو حمامي دوسيا صحابي في غنبرة صلى الله عليه وسلم يا خوي بلي من صحابي أجر عد أجر كسكا زانراك ما كسكي عدلا خوي بلي من صحابي أجر ممكن بيت باشا يعني ممكن بيت ادعاكي راس بيت بلا أجر هات مثلا دواي صد صال لوفاتي في غنبرة صلى الله عليه وسلم صد صال لوفاتي في غنبرة ادعاي كد أوتي قبول ناكريت بوتي قبول ناكريت صد صال دواي في غنبرة صلى الله عليه وسلم نفرق ادعابك من صحابي في غنبرة صلى الله عليه وسلم ناس أنا رويو أما نجي وتابع. إخبار ثقة من التابعين أو أوجب شيء كتير بلى. ولا. إخبار ثقة من التابعين أو بلى. كم مثال منا هنا أبوي. أو دمك أبوي. أو دمك أبوي. ثم تقولك يا أبوي. تقولي أنا أبوي. جاي للريكا جاي ده بين السبب باشا بلا إخباري في قيق لتابعين يعني كسيكي موسوق لتابعين بلا فلان كس صحابية قبولك ليدو صحابية إخباري كسيك لخويا وخوي خبر بدا خوي عدل بو بلا من صحابيم وإدعاكشي ممكن بيت إدعاكي ممكن بيت كسيك صد صال دواي وفاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إدعاك بلا من صحابيم قبولنا كري بوشي قبولنا كري شون في غمري إخوة صلى الله عليه وسلم لحياتي خويا فرموي استاذ زندوبو فرموي تا صد صالي كا ألمانيك لسر عرزان يكز نامي لتوا كابو إدعاكي شيا ممكن نيا باشا
أكره صحابي أخو عمري زور دريش كرده بي حتى أكو أونجما برام شون في غمري خواص صاصم لي خبري دا فرمي لست صد صالي كي يكزنا من لسر عزالة واني كي استزين دون معناه ويكسي دواي صد صالي من صحابيم قبول ناكريت فورقيه كيبو وذلك أن يدعي الصحبة قبل 100 سنة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أما إذا ادعاه في زمن متأخر فلا يقبل أبي شرية قال بيش صد صال بل الله ذلك كان يدعي كسينينا بلى أكوتي رتن الهندي أنت أبلا هندي بوا ادعاء الصحابة وايش شصت صار دواء هجرة شصت صار دواء هجرة دعاية كويتي من صحابهم أما هو في الحقيقة شيخ دجال كما قال عنه الذهبي في الميزاني الله جاءوا إيه مشهر الزانين شصت صار دواء وفاتي في أغمى صلى الله ادعاء صحابة كذبا سيدة اشتيت شون هنا الساعة أجنة أجنة والله أعلم أبيت شون كافي أغمى صلى الله عليه وسلم بأواني شاتوا أقر أنا في غمر إخوان دي وعلى سبع السلام بإيمانه ودبيت بواني كدي أنا. بلى. إيه باشا خو قد في غمر إخوان دي بس إيمانا في نبيت عدل أنت. واني شهر صب صار دوا يهر أجيم. نه. أو أبو إنسان كان والله على فقط. بلى أو في غمر دي بيتي نه. في غمر إخوان دي بيتني أجد دي بيتني أوه. الظاهر أن صفة تربو إنسان كان صفة الصحابة شو نتوجر الرجال جنيف من هيا ولا إلا أو جن إن نبي كإيمان النبي غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم هنا وأنا حتب جن كان أو نا لما يدانا نبونا تعبي نبرو ودفاع لو دين إخوة جورا كانوا كوب يا غمر عليه الصلاة والسلام وكو الصحابة برزانا ونجب إسلاه أو إسلاح حج مشهور نبوه أنا ليش نكان شيء نكان نكان إيش نكان إيش صحابيين بلا صحابي تبلش فيهم صلى الله عليه وسلم شايل خنيت من الحمايين. بلى ناقيناك لازم ناك أترى أوشن لا أوانيك لمدينة دابون ولا مزجوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات نت مزجوتك بيغمبر يخوا صلى الله عليه وسلم بردما هات شو يعني أنا بس صحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم حسابك لين. وايا أوانيش بيعت شيء عن دوا ليس أنا وجه رجيك ترى بلى بيعت يان دوا في غمرة خاصة أصلا أفرت كان أكثرا حسن خو في غمرة خاصة دمجاوي شاهد ندي بيت نزور يعني يا بجسم هاتون يعني بيعت يان دوا بس دس يعني قال دس في غمرة خاصة أصلا ليك هاتون تعديل جميع الصحابة صحابي في غمرة خاصة هم يان عادل والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول سواء من لابس الفتن منهم أو لا همو الصحابة كان في غمصة صلى الله عليه وسلم عادل جاء أو أنيك تكلاي فتنان كردوا ولا دواي في غمصة صلى الله عليه وسلم أو فتنانيك لدواي في غمصة صلى الله عليه وسلم رويدا ولا زمان بين إمامي علي وإمامي معاوية دا. وهذا بإجماع من يعتد به أمج بإجماع تواي أوكسانيك اعتباريا في كلي بإجماع صحابة هميا عادل جرى رافزة كاعتبار بيتيان ناكري كوابو خرقيان خرقي إجماعيان بيناكري وإجماع بوان هلنا وشيته ومعنى عدالتهم معنى عدالة صحابتي أي تجنبهم عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها واتا دور بوان لويك بعمدي تعمدي دروب كان للرواية كرنا يعني بعمدي درويك كان لبيغمبر صلى الله عليه وسلم نجراته يا منحرف بلا للرواية يا توشي انحراف نبونا للروايتك لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما يوجب عدم قبولها واتا توشي انحرافاتك نبون بشيوازك مرتكب يشتيك ببيت كوا باعث يوبيك الروايتك كان قبولنا كريت فينتج عن ذلك قبول جميع رواياتهم من غير تكلف البحث عن عدالتهم فذ نتيجي أويا شن صحابي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم هميان هيتشيان بعمدي درويان نكردوا وتوشي مرتكب اشتياق نبون كقبول الروايتين نكريت فاز نتيجة أقرين همو الروايات كان قبول أكري ببي أوي كوا تكلفي أو أبكري كهول بدي ليكورين أو أبكري لباري عدالتين يعني آية عادل بنيان ومن لابس الفتن منهم يحمل أمره على الاجتهاد المأجور فيه أو كسانش يعني كتداخلي فتن كان يعني كردوا أما حملة كذا سر اجتهادك مأجورة تيدا لكل منهم تحسينا للظن بهم شنو أنا بفي أنواب ولا سر حقن وأما دفاع لحقه باجتهاد
وانيا بو اغري فتنه ام كاريان نكردو دراسته بو تفرقي بين المسلمان ام كاريان نكردو هر كان كان اجتهادي كردو فيوابو امر دي فرقي دفاع على ديني خاي غرو فراستني بيزي اسلامه بل لبرو تحسينا للظن بهم بو اويكا قماني باش بوان برين لانهم حملة الشريعه وخير القرون شنكا اوان لا هالقراني شريعه وباشتريني قرن كانا بل وكو امام الحرمين دفرمي السبب لويك ايمن ليكولين والناكين لا عداله صحابه او تانيك الصحابه بيغم صاصم هالقراني شريعه اخوي قرن سبحانه وتعالى ماشا جاء قربيتو إما توقف للرواية أو أنابكين بس شريعتي خواهي قورا منحصلة بالعصر في أغنبرة صلى الله عليه وسلم أتلك الرواية حديث يعني ليور نقل نوم شريعتي خواهي قورا جلوية دا مينيته ونادات دستي إما ماشا برزان في ما بكاتك ما انت تتوابو